طالع انت وزوجتك زين. مدام حضرتك قاعدين بمكان زين. زوجتك طلعت الفيب مالتها وقعدت تشرب او قعدت سيجار وقعدت بالكوفي او هذا شنو يعني راح تخليها لو لا بصراحة؟ لا مستحيل. مستحيل مو يعني مو ليش انت قلت انت متزوج زوج يعني زوجتك ايه؟ تقعد بكوفي او ايه؟ تقعد بمكان او قاعدة بمكان عملها خلي اقول قاعدة مثلا هي مديرة مكتبك زين انت تشتغل بعيد عن الفن مديرة مكتبك زين وهي قاعدة بمكتب يعني مديرة المكتب بمكتبها ويمها قاعدين مراجعين وتطلع فيبها وتخلي قدام الناس كان مدير انت كزوجتك وهي ايه لا زوجتي ايه لا ممنوع ممنوع زوجتي ممنوع ممنوع تشرب فيب ممنوع قدام زوجتي زوجتك ممنوع زوجتي ايه وانا ما متزوج ايه؟ بس زوجتي ممنوع ممنوع شنو تشرب فيب تحسها زحمة كزوجتي ايه ايه زحمة زحمة تخاف من المشكلة زحمة زحمة زعل امي زعل اهلها زعل هواي هو دا اقول لك تخاف من اهلك وعادات وتقاليد لو تخاف يعني زعل زعل وانا كرجل ايه لو لو الظاهرة ما حلوة لو هي هاي الظاهرة يعني ما حلوة هذا الموضوع شوف ايه؟ انت جاي يعني جاي انا اريد تكون صريح حتى اكون صريح وياك ايه؟ كعامية ايه هي اكو ناس تحسها طبيعي اكو ناس تستصعبها انت فانت هسه حكيت حكايه قلت للجمهور اكو تعليق سلبي واكو تعليق ايجابي هاي وجهه نظر انت تشوفها صعبه اني على اشوف الطرفين لا لا انت كزوجتك صعبه عليك كزوجتي اني طبعا صعبه عليك ممنوع زوجتي اني ايه رجل شرقي ايه زوجتي ممنوع ممنوع شنو تشرب فيب